أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الله أكبر، الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ريحانة رسول الله، يا صريع الدمعة الساكبة، ويا صاحب المصيبة الراتبة، غريب غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصن ولايتكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. أنا ويوم الطف أضرم في الحشا، أنا ويوم الطف أضرم في الحشايا، جذوات وجد من لظى سجيني، يوم أبو الفضل استفزت بأسه، فتيات فاطم من بني ياسيني في خير أنصار براهم ربهم للدين أول عالم التكوين، حتى إذا قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكمين، قطعوا يديه هامه ضربوا بعمد الحديد، فخر خير طعينه فمشى إليه الصبط ينعايا، كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني.
شك بشكتيبتي وكنانتي اي واشرى يا قومي بل اعز حصايا. اي بارك الله بك يا سعدي في كل معرك به اصول وسيف حمايتي بيمين. ماجور ماجور ان شاء الله. هذا اللواء لمن اعطي ومن هو جامع شملي وفيض كالزحام يقي. ما اسمع ما اسمع انين. عباس تسمع زينب تدعوك مايا ايلي يا حماية اذا العدا نهرايا. مأجور مأجور ايلي او ما تسمع ما تقول سكينة ايام عماه بالأسر من يحمي. تقل يا مر بي يا حاد الظعن عباس مر بي مر بي أخوي الشفية وعتبي علي. تقل الضعين يا هل يباري هي هذا الخفت من نطحي تبي سعد الله زينب سعد الله قلب زينب يوم الحادي عشر عندما أصعدوهن على النياق الهزل. تقول الرواية كل امرأة تعلقت بالحادي وهي تقول مر بي على قتيلي هذه وأخذت تودع عليا الأكبر وهذه أخذت تودع القاسم. يقولون وامرأة انحدرت بالوادي عم إلى أين تريدين هذا علي الأكبر هذا القاسم هذا فلان هذا فلان. التفتت لهم تقلهم أنا ماشي العباس أشوف أنا ماشي العباس أشوف ورتب على جنوده جفوف أنا ماشي العباس حاجي وسهلف من حالي وراوي اي متني وسالف لو بتشي وبعد شد قلي لها وقل للضعن يا اهلي باري هذا الخفت من نطحت بي اي والله هذا الخفت من نطحي فاضل يا ابن سفيان. وين هذا الموقف ها لما ادخلت على يزيد بن معاويه تقل تمليت ابو فاضل يا ابن سفيان موجود موجود ما تشايان تتجسر علي وتطق راس اخو والله بعيود لكن بطل حيل عفت على النهار. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. جعلنا الله وإياكم من المتقين الزاهدين في الدنيا الراغبين إلى الآخرة الساعين لها سعيها والذين قال عنهم القرآن
وأولئك كان سعيهم مشكورا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الإمام الحسين سلام الله عليه عندما أراد الخروج إلى كربلاء: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة من جيد الفتاة، ما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. هذا المقطع من خطبة الإمام الحسين سلام الله عليه نستشف من هذا الكلام ونعرف من هذا الكلام حجم ومدى المعاناة التي كان يعانيها الإمام الحسين سلام الله عليه. من أي جهة؟ من جهة الدولة الحاكمة، ومن جهة أخرى من الأمة. كيف كان يعاني من الدولة وكيف كان يعاني من الأمة؟ أولاً، الدولة آنذاك كانت تريد البيعة من الإمام الحسين، فعندما عرضت عليه البيعة الإمام الحسين سلام الله عليه وهو سبط النبي المصطفى وهو ابن أمير المؤمنين صرح بصريح العبارة، قال: إن مثلي لا يبايع مثل يزيد. خلنا نلتفت لهذا الكلام، لماذا قال الإمام الحسين إن يعني المفروض يقول يعني بهذا الكلام إن الحسين لا يبايع يزيد وانتهى الأمر، لكن الإمام الحسين يقول إن مثلي لا يحق له أن يبايع مثل يزيد، أي إن كل إنسان لديه ضمير حي، كل إنسان له مبدأ، كل إنسان يحمل قيم الإسلام ويحمل الإنسانية في داخله. إحنا إذا أجينا ونظرنا إلى الإمام الحسين لوجدنا أن الإمام الحسين ليس فقط للشيعة مثلاً أو للإسلام، وإنما الإمام الحسين هو لكل الإنسانية. ولذلك نرى أن أكثر الذين استفادوا من الإمام الحسين هم غير مسلمين، يعني اللي استفادوا من ثورة الإمام الحسين هم غير المسلمين. الذين تحرروا من قيود العبودية وتحرروا من الظلم والاضطهاد هم غير المسلمين. ولذلك هذا الرجل اللي اسمه غاندي اللي حرر الهند، هاي الهند الآن لو نظرنا إليها لوجدنا إنها تتكون من 200 ديانة مختلفة القوميات، مختلفة اللغات، مختلفة المذاهب، لكن نأتي إليها ونجدها تعيش بأمن وأمان وسلام، وتطورت في كل شيء، تطورت علمياً اقتصادياً. الآن في مجال الطب كل الناس أكثر المسلمين يذهبون إلى الهند لكي يتعالجون. هذا الشيء قال، ماذا قال هذا الرجل؟ قال: تعلمت من الحسين أن أكون مظلوماً فأنتصر. فعندما يقول الإمام الحسين إن مثلي لا يبايع مثل يزيد، يعني أن هناك شعوب تريد الحرية، تريد أن تعيش أحرار، تريد أن تخرج من إطار العبودية والذل، هذه يجب أن تنهج ماذا؟ نهج الإمام الحسين. فالإمام كان يعاني من هذه الحكومة الفاسدة التي كانت تريد البيعة من الإمام، فالإمام لا يحق له أن يبايع. في يوم عاشوراء ماذا قال؟ قال: ألا وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت. هذا جانب الأول. أما الجانب الذي نقول الجانب الأكبر أو المعاناة الكبرى التي كان يعيشها الإمام الحسين هي من الأمة نفسها،
ليش؟ لأن الأمة كانت فاقدة للإرادة، لأن الأمة كانت تتبع الباطل، تتبع المنكر، تترك المعروف. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه عندما يسأل عن سبب الخروج، لماذا أنت تخرج مثلا؟ يقولهم ألا ترون أن المنكر لا يتناهى عنه والمعروف لا يؤمر به؟ فإذا علي شنو؟ علي أن أخرج لأأمر بالمعروف. فالإمام الحسين بيّن أهداف ثورته من أول يوم، قال لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولأأمر بالمعروف ولأنهى عن المنكر. فعندما خرج الإمام الحسين كثير من الناس عارضوا هذا الخروج، أو أن البعض أبدى رأي. فإحنا وين كان موضع البحث؟ الإمام ماذا يقول؟ خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة من جيد الفتاة. الذين اعترضوا على خروج الإمام لم يكونوا أناس عاديين، بل أكثرهم كانوا فقهاء، مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر، وحتى أخو الإمام الحسين اسمه يحيى الأطرف. هؤلاء قالوا للإمام الحسين لماذا أنت خارج؟ لأن هذا الخروج راح يكلفك حياتك، إنك ستقتل كما قتل أبيك علي سلام الله عليه، وأخوك الإمام الحسن قتلوا، فأنت أكيد نفس المصير راح تلاقي. هنا شنو؟ يخوفون الإمام الحسين بالموت. فالإمام الحسين أراد أن يبين لهم أولاً أنه كل إنسان في هذه الدنيا مهما عاش، يوم، يومين، ثلاثة، سنة، مئة سنة، ألف سنة، لابد أن يكون مصيره ماذا؟ الموت. فالإمام أراد أن يعطيهم صورة عن الموت. قال لهم يعني بمعناها أنه كل إنسان الموت يحيط به هكذا، كما تحيط القلادة بجيد الفتاة. فأنت جاي تخوفني بالموت؟ كل إنسان لابد أن يلاقي الموت. الأمر الثاني، أراد الإمام الحسين سلام الله عليه أن يهون الدنيا بأعينهم، لأنه الإنسان كلما تعلق بالدنيا، كلما تعلق قلبه بالدنيا، كلما تقاعس عن الحق، كلما تبع الباطل. يعني إيش ما يتعلق بالدنيا شي يقوم يتبع الباطل؟ ليش؟ لأن الباطل دائماً يكون معه المال، يكون معه الجاه، يكون معه الإعلام. فيقول لك أنا ما أشور الإمام الحسين، إيش عند الإمام الحسين؟ الإمام الحسين حتى إذا أراد ينطيني شيء ما ينطيني إلا بحق، بينما أنا أروح ليزيد، يزيد يدر الأموال، يزيد يعطي الأموال. يوم من الأيام أمير المؤمنين سلام الله عليه بعث برسول إلى معاوية، إذا قارين هاي القصة اسمها الطرماح. لما دخل على معاوية قال له من أين جئت؟ قال جئت من عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. المهم يعني أراد معاوية، أراد ثغرة أن يأخذ من هذا الرجل، ما قدر. إيش قال لعمر بن العاص؟ قال له إن العرب أصحاب لقمة، انطيه قشة مبلغ من المال وهو راح يمدحك، راح يترك علي بن أبي طالب. فقال له معاوية ما تقول بالجائزة تأخذها؟ شو تقول له أنطيك حسبة كم فلس؟ قال يا معاوية اعلم إني أريد أن أقبض روحك، روحك لو تطيح بيدي آخذها، نوب أموالك ما أخذهن. قال أعطيك ألف؟ قال قليلة. قال ألفين؟ قال دعها وترا، إن الله وتر ويحب الوتر. قال 3000. فأنطاه 3000. قال يا هذا علي بن أبي طالب يعطيك هيك أموال؟ قال لو أنت حسبالك هاي الأموال أنطيتها من جيبك، هاي أموال المسلمين أخذتها بغير حل، هذه لا أموالك ولا أموال أبيك صخر ولا أموال أمك عصارة الخمر، هاي أموال المسلمين.
قال ايش راح اسوي بها؟ قال ساخذها واعطيها الى علي بن ابي طالب ويوزعها على المسلمين. قال يا هذا اخذت مالنا ولم تمدحنا. قال مو مالك هذا. فتشوف الانسان اللي يتعلق قلبه بالدنيا بمجرد انه يرى صفار الذهب ينسى الاول والتالي، يترك الحسين ويذهب الى صف معاويه. فالامام الحسين سلام الله عليهم اراد لهؤلاء المتبعون للدنيا ان على الاقل انهم يخففوا هذا التمسك بالدنيا. فاراد الامام شيء يقولهم؟ يقولهم ان الموت لابد انه يحاط بكم، فاينما تكونوا، شو يقول القران الكريم؟ اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. فلا تظلون متمسكين بهذه الدنيا، لا تظلون متمسكين بالدنيا وتنسون الاول والاخر. الانسان كما يقول الشاعر: الموت لا يبقي والد ولا ولدا، هذا السبيل الى ان لا ترى احدا. للموت فينا سهام غير خاطئه، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا. هذا النبي ولم يخلد لامته، ولو خلد غيره لخلدا. يعني لو كان انسان احق بالخلود في هذه الدنيا لكان هو النبي صلى الله عليه واله. فالانسان لو عاش بعمر نوح مو ايضا ما يشبع من الدنيا. شو تقول الروايه؟ تقول نوح عليه السلام جاء اليه ملك الموت، قال له: جئتني زائرا ام قابضا؟ قال: جئتك قابضا. قلت: فاصفر لونه. قال: يا نوح الم تشبع من الدنيا؟ قال: والله وجدت الدنيا دار لها بابان، دخلت من الاول وخرجت من الاخر. كل هذه الدنيا 1500 عام وجدتها دار لها بابان؟ اذا شو يقولون اللي يعيشون في اخر الزمان؟ ماذا تقول امه محمد صلى الله عليه واله وسلم؟ مو ذاك النبي اللي يمر على هاي المره اللي لقاها تبكي، احد انبياء الله اسمه حوزقيل ابن اسماعيل، يقول: مر على امراه تبكي، قالها: امه الله لماذا تبكين؟ قالت: ابكي على زوجي. ايش بي زوجك مات؟ كم عمره؟ قالت: لما مات في ريعان شبابه، مات وله من العمر 400 سنه في ريعان الشباب هذا. قال لها ذلك النبي: اذا ماذا تقولين لو ادركتي امه اخر الزمان؟ امه محمد صلى الله عليه واله وسلم: خيرهم يعيش 70 عاما. هذا اللي يعيش 70 سنه والله ورا 70 يبدا العد التنازلي، يفقد بصره، يفقد سمعه، يفقد رجليه، يفقد ايديه، يصبح عالة على المجتمع. شو يقول القران الكريم؟ يقول: ومنهم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فقال لها: ماذا تقولين لو ادركتي امه اخر الزمان وخيرهم يعيش 70 عاما؟ تقول له: والله اذا لقضيتها في ركعه واحده. 70 سنه شنو؟ اقضيهن في ركعه واحده. فاذا الامام الحسين سلام الله عليه يقول: لماذا هذا التكالب على الدنيا؟ لماذا تتركون الاخره؟ ونرى هذا التكالب لحد الان موجود. نتكالب على الدنيا واصبحنا نبحث عن الدنيا باسم الامام الحسين سلام الله عليه. أصبحنا نبحث عن الشهرة باسم الإمام الحسين، أصبحنا نبحث عن المنصب وعن مغريات الدنيا باسم الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن علينا إذا كنا حسينيين علينا أن نتمسك بمبادئ الإمام الحسين، أن نتمسك بأخلاق الإمام الحسين، أن نتمسك بأهداف الإمام الحسين. علينا أن نعرف لماذا خرج الإمام الحسين. سماحة السيد الأستاذ في محطات في المسير إلى كربلاء، المحطة الأولى يذكر فيها يقول: هل نحن حسينيون؟ هل نحن محمديون؟ رساليون؟ فلنسأل أنفسنا: هل نحن في ذكاء، في فطنة، أم أننا في ضلال، في غباء، في جهل؟
إذن علينا لنكن صادقين، يقول سماحة سيد الأستاذ، لنكن صادقين مع من؟ مع الإمام الحسين، مع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإمام الحسين لا يريد منا كل هذه الزوبعة. الإمام الحسين يريد منا عمل، يريد منا تطبيق، يريد منا إحياء لأهداف هذه النهضة. الإمام الحسين لا يريد منا أن نكون أمة متميعة فاقدة للإرادة كما كانوا في زمن الإمام الحسين. الإمام الحسين كان يرسل الرسائل والكتب إلى شيوخ العشائر، إلى الأفراد. يعني وصل الأمر بالإمام الحسين أنه يدعو أفراد. لمن هذا الخباء؟ قالوا له هذا الخباء اليزيد، لعبد الله بن يزيد الجعفي. التفت إلى أحد أصحابه، قال له من أنا؟ قال له شو اسم هذا أحد أصحابه؟ اسمه الحجاج بن مسروق الجعفي، يعني من عشيرته. قال اذهب إليه وادعوه إلى نصرتنا. ايش كان مسوي هذا الرجل؟ كان في منطقة اسمها قصر بني مقاتل، اللي هي الآن حصن الأخيضر، كانوا في قديم الزمان يسمونها قصر بني مقاتل. يقول رأى الإمام الحسين عليه السلام خباء مضروبا ورمحا مركوزا وسيفا معلقا وفرسا مربوطا. عادة العرب آنذاك اللي يركز الرمح في باب الخباء شنو هذا؟ هذا من أهل النجدة، من أهل الحمية. يعني إذا واحد قال حيهم أول الناس يجي. يعني إذا كان هذا صاحب النجدة، صاحب الحمية، صاحب المروءة، هذا موقفه، فكيف يكون موقف الناس الباقين؟ جاء إليه الرسول، قال له إن الإمام الحسين يدعوك إلى نصرته. قال له اعلم يا هذا إني لم أخرج من الكوفة إلا أني لم أرى أو لم يبقى بها ناصر للإمام الحسين، وأنا خروجي مع الحسين ما يفيد. ليش؟ لأنه الناس كلها طلعت ضده، وهي نظرية موجودة لحد الآن. لما واحد تقول له يابا ليش ما تنهى عن هاي القضية مثلا، يقول لك والله أنا وحدي ما أثر، مجتمع كله ماشي في هذه الجهة، أنا شلون أجي في هذه الجهة وحدي ما أفيد أني أو شوف غيري. فهذا الإمام الحسين شو يقول له؟ يقول له أدعوك إلى نصرة الإمام الحسين. يقول له والله ما أكو باقي ناصر بالكوفة، وأني خرجت حتى أعتزل الفريقين. يرجع يبلغ الإمام الحسين، يستوجب الأمر من الإمام الحسين أنه يقوم بنفسه. أريد أنت أنك تركز وياي في هذا المعنى. الإمام الحسين يقوم بنفسه ويأتي إلى خباء ذلك الرجل. شو الداعي الإمام يجي بنفسه إلى رجل واحد؟ يعني لو جاء هذا الرجل إيش راح يسوي؟ اجل الإمام الحسين بنفسه إلى ذلك الرجل، يقول لما نظرت إلى الإمام الحسين والصبيان يحيطون عن يمينه وعن شماله رق قلبي له، وكانت لحيته كأنها جناح غراب، وسعت له في صدر المجلس، أجلسته إلى جانبي، قلت يا ابن رسول الله أسواد أم خضاب؟ قال أسرع إلي الشيب. فعلمت إنه خضاب. الإمام الحسين يدعوه بنفسه، يقول له الإمام تعال إلى نصرتنا. يقول له ابن رسول الله أنا ما أفيدك، بس أنا راح أنطيك شيء، أنطيك هذه فرسي. هاي موجودة هاي الحالة لا ما موجودة؟ والله أنا ما أجيك، راح أنطيك قضية تفيدك. مو يقول له ما أقدر أجي، لكن أنطيك فرسي، هذه اسمها الملحقة، ما تبعني أحد إلا وفلتت منه، وما تبعت بها أحد إلا وأدركته. الإمام الحسين يقول له أولا أنا لا ألحق مدبر ولا أفر من مقبل، فإذا رغبت عنا بنفسك فلا حاجة لنا بفرسك. وما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ولكن أنصحك كما نصحتني، أنصحك ألا تبقى في هذا المكان، لأن من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله على منخره. يا
يوم القيامة في نار جهنم. فالإمام الحسين سلام الله عليه رأى هذه الأمة فاقدة للإرادة، فلا يجب أن نكون مثل هذه الأمة الفاقدة للإرادة التي دعاها الإمام الحسين، دعا شيوخها ودعا رؤسائها ودعا زعمائها ودعا حتى على مستوى الأفراد. لكن ماذا كان الجواب؟ كان الجواب كما قال الفرزدق: قلوبهم معه وسيوفهم عليه. هل نكون كهؤلاء نقتل الإمام الحسين في كل يوم؟ الشيخ مرتضى مطهري رضوان الله عليه، الشهيد مرتضى مطهري، عنده كتاب اسمه الملحمة الحسينية، يذكر في هذا الكتاب عن الشيخ حسين النوري. حسين النوري أستاذ الشيخ عباس القمي. الشيخ حسين النوري عنده كتاب اسمه اللؤلؤ والمرجان، يذكر في هذا الكتاب يقول: يجب علينا أن ننعى الإمام الحسين ونبكي على الإمام الحسين. لماذا؟ يقول: لأننا في كل يوم نقتل الإمام الحسين، في كل يوم نطعن الإمام الحسين، في كل يوم نحارب الإمام الحسين. ليش نحارب الإمام الحسين؟ لأنه لم نتعلم من ثورة الإمام الحسين سوى هذه الأفعال الخارجية، سوى اللطم والزنجيل. ومفروض نعم هذه هي أحياء لشعائر الإمام الحسين، لكن يجب أن يكون معها هدف، معها معنى، معها قيم ومبادئ. الإمام الحسين قال: هيهات منا الذلة. يجب علينا أن نرفض الذلة. الإمام الحسين اختار الموت، اختار الموت أمام البقاء مع الظالمين. ماذا قال؟ قال: الموت سعادة والبقاء مع الظالمين إلا برما. ولذلك عندما هددوا الإمام الحسين بالموت ماذا قال لهم؟ قال لهم كما قال أخو الأوس عندما حذروه من اتباع النبي صلى الله عليه وآله، قال لهم: سأمضي وما بالموت عار على الفتى، إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، وواسى الرجال الصالحين بنفسه، وخالف مذموما وترك مجرما، إن عشت لم ألم وإن مت لم أندم، كفاك ذلا أن تعيش وترغما. أنا عندما أرى إلى حقوقي مسلوبة، أرى إلى أمواني منهوبة، أرى أن حقي ضائع مثلا، وأنا ألطم على الإمام الحسين، ماذا يسمى هذا؟ هل هذا نصرة لثورة الإمام الحسين؟ هل هذا نصرة لقيم ومبادئ الإمام الحسين؟ فالإمام الحسين سلام الله عليه أراد أن يعطينا درسا بأن الدنيا زائلة لا محال، ويجب علينا أن نتمسك بالإمام الحسين. فقال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. يعني الإنسان، يعني شو يقولهم الإمام الحسين؟ يقولهم: أنا أسير على نهج علي بن أبي طالب، على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا لن أتنازل عن موقفي حتى ألاقيهم. وش تقول الرواية؟ تقول الإمام الحسين يذهب إلى قبر جده رسول الله ويشتكي، ويشتكي شيء قال: ضمني عندك يا جد في هذا الضريح، علني من بلوى زماني أستريح، فقد ضاق بي يا جد من فرط الأسى رحب الفسيح، فلعل طود الأسى يندك بين الدكتين، فالعيش من بعدك في الأكدار شيب، وقد أشاب الهم رأسي قبل أيام المشيب، فعلاه من داخل القبر بكاء ونحيب، وهتاف بافتجاع يا حبيبي يا حسين. إذن الحسين سلام الله عليه سار بهذه الأسرة كما يقول الإمام الحسين: وألا وإني سائر بهذه الأسرة مع قلة الناصر، أو قلة العدد وخذلان الناصر،
الإمام الحسين لم يكن كما قال البعض أو كما أطلقوا على الإمام الحسين لكي ماذا؟ لكي يجهضوا نهضة الإمام الحسين. ماذا قالوا؟ قالوا إن الإمام الحسين خرج لأجل طلب سلطة، والإمام الحسين خرج لأجل كرسي. ولذلك هذه الفكرة أوجدوها في أذهان الناس، ما لنا والقتال معه أو الخوض مع هؤلاء، ما لنا والسلاطين، هاي حرب سلاطين، حرب بين بني أمية وبين بنو هاشم. هاي الفكرة من إجت؟ هاي الفكرة إجت من الأقلام المأجورة اللي حاولت أنه تلوث ثورة الإمام الحسين، أو حاولت تجعل من ثورة الإمام الحسين حدث تاريخي وقضي الأمر. وما زالت هذه الأقلام لحد الآن لها التأثير المباشر في عقول الناس، وما زالت تلوث بعقائد الناس، حتى أنها جعلت ممن يتبع نهج الإمام الحسين هو كافر، أو من يزور قبر الإمام الحسين هو كافر. هذا الفكر الأموي، هذا الفكر التيمي الذي الآن يقتل ويذبح بسببه أبناؤنا وأخواننا ونساؤنا وأطفالنا في كل بقاع الأرض، يقتلون بسبب هذا الفكر أن الحسين خرج عن حده وقتل بسيف جده. ولذلك أنت ترى هذا الفكر التيمي يقول إن من يزور قبر الإمام الحسين هو كافر، ولذلك يطلق على الشيعة قبورية، يطلق على الشيعة روافض، ويقول لك زيارة الإمام الحسين هي بدعة. كيف بدعة؟ ويحرم زيارة القبور. سماحة السيد الأستاذ بين هذا الموضوع في عدة موارد. ولذلك عندما نأتي إلى سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، ومن عن طريق كتب الصحاح التي ينقلها علماء التيمية نفسهم، ماذا قالوا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، بعد حجة الوداع، زار قبور أحد كأنه كالمودع للأموات والأحياء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ كان يزور قبور البقية، حتى أنهم يروون رواية عن ابن عساكر في تاريخ دمشق. ماذا يقول؟ يقول إن أم النبي ماتت كافرة. طبعاً عندهم هم روايات إنه أم النبي كافرة، أبو طالب مات كافر، حتى شنو؟ حتى يقلل من شأن أهل البيت سلام الله عليهم، حتى يواسي بين أهل البيت وبين بنو أمية. يقول لك إذا مثل أبو سفيان تقول أنت كافر، أي أبو طالب أيضا كافر، إذا هند كافرة أي أم النبي أيضا كافرة، حتى يسوي مقارنة. يقول ابن عساكر، يقول أم النبي ماتت كافرة، جيد، النبي أراد أن يستغفر لها، استأذن من الباري أنه يستغفر الأمة، فلم يأذن له الله في الاستغفار. هنا بعد ما حصل استغفار، فأراد أن يزور قبرها، استأذن الباري زيارة قبرها، يقول فأذن له. الله يأذن للنبي بأن يزور قبر كافرة، إذن لماذا تكفروننا عندما نزور قبر ابن بنت رسول الله، صبط رسول الله، ريحانة رسول الله؟ إذن هذا حرب للإمام الحسين سلام الله عليه. إلى الآن يحارب الإمام الحسين، فالإمام الحسين سلام الله عليه يقول ما أولهني إلى أسلافي، إذن أنا على نهج أبي ونهج جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الفكر الذي انتشر آنذاك والإعلام ماذا قال؟ قال إن الحسين خارجي. ولذلك تقول الرواية لما أدخل السبايا الإمام الحسين وضعن الإمام الحسين، ادخلوا وين؟ على يزيد. ايش قال يزيد لزينب؟ قال لها لقد خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت بدين الله ودين أبي ودين أخي اهتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما. فالإمام الحسين سلام الله عليه
يقول أنا سأضحي بهذه الأسرة القليلة بهذا العدد وسأمضي على ما مضى عليه أمير المؤمنين والنبي المصطفى صلى الله عليه وآله. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه يعني حتى هاي العائلة حتى ذول الكم القليل من الأنصار الإمام الحسين ما جبرهم على القتال معه وإنما خيرهم. تقول الرواية في ليلة العاشر جمع الأصحاب جمع أهل البيت أهل بيته قال هذا الليل فاتخذوه جملا. أسألك بالله الإنسان اللي جاي يدور سلطة اللي جاي يدور دولة جاي يدور حكومة يقول الأنصار انسحبوا. يجي واحد يقارن يقول شوف الإمام الحسين ماذا قال لأنصاره قال لهم هذا الليل فاتخذوه جملا بينما لو رجعنا إلى قائد من قادة المسلمين اللي هو طارق بن زياد لما عبر إلى بلاد الأندلس ماذا فعل؟ يقول سمع بالعدو جاي قالهم إذا عبرتوا فأحرقوا السفن وأحرقوا المؤن لا تدعوا إلا طعام ليوم واحد. يقول لما عبروا حرقوا السفن وحرقوا المؤن هجم عليهم جيش المقابل قالهم البحر وراءكم والعدو أمامكم ترجعون تغلقون تتقدمون تقاتلون. هذا كان يدور على سلطة فاضطر الجيش ماذا يفعل؟ أن يقاتل. فالإمام الحسين سلام الله عليه ماذا يقول لأهل بيته لأصحابه هذا الليل فاتخذوه جملا كل واحد منكم يأخذ رجل من أهل بيتي ويسلك ما بين هذين الجبلين. أبو الفضل العباس كان موجود في ذلك الجمع. فتقول الرواية أن الإمام الحسين عرض هذا الأمر حتى على أبي الفضل العباس. أبو الفضل صاحب المروءة صاحب الحمية كفيل زينب هل ينسحب ويترك الإمام الحسين؟ تخيل هذا الموقف تخيل هذه المحاورة بين الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس كيف كانت؟ زينب تنظر إلى هذه المحادثة تنظر إلى هذه المحاورة من باب الخيمة. الإمام الحسين يقول لأخي عباس إن القوم يطلبونني أنا ولو ظفروا بي لذهلوا عنكم. أنتم عندكم نساءكم وأطفالكم ودوركم ما بها أحد فانسحبوا ورجعوا. شو يقول لأبي الفضل العباس؟ يقول له سيدي أبا عبد الله. تعرف أبي الفضل العباس ما كان ينادي غير سيدي أو مولاي ما كان يقول له أخي حتى تقول الروايات إن الإمام الحسين يوم من الأيام اشتكى إلى أمير المؤمنين قال أبا يا أمير المؤمنين أريد أن أسمع كلمة أخي من أبي الفضل. قال له أبا عبد الله ستسمعها مرة واحدة يوم عاشوراء. ولذلك أبي الفضل شي يقول له أبا عبد الله لنعيش من بعدك قبح الله العيش من بعدك. اسمع اسمع يا موالي اسمع يا محب هاي المحاورة بين أبي الفضل والإمام الحسين. يقول لخويا بخوتك قوض وشيل وشيل وانا اتركوني وحدي بهالفضا والقيو والخيل روحوا بسلامتكم قبل ما يتشلشل اللي امكم غريبه ودوركم ظلت خليه. الله ماذا يقول ابي الفضل؟ يقول له سيدي ابا عبد الله يا مسكين عفت القلب مكسور يا حسين انت ملاذ الناس وانت العمد والسوير انا كيفت نحاها وباكر يوم
عاشور وكنا نتمنى الموت دونك يا شفية. أخويا لو لم يكن إلا حكي لنا ياس خاف المنية وعاف أخوه حسين. عبايا يا عزيز عاد لو قطعوا يمين وفغفوا الوار هاي السعادة ودونها حتوف المنية. والله زينا بتعاينهم وتصف جراحنا برايا يا وسفة على عز القضى ورايا. أفراح يا ربي لا تبدلها بلا ترايا هي وترد أهل من الغاضرية. أبي الفضل كان ينظر إلى زينب يأتي إليها زينب هل أنت خائفة؟ تقول له أبي الفضل أريد أن أذكرك بحديث خطبة أبي أمير المؤمنين إلى أمك أم البنين. لماذا؟ لأنه يريدك أن تكون ناصرا للإمام الحسين. يقول هيا 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 لعنك يا أختي لا ينخطف لعنك. والله لعنك إيش حدهم يا زينب يصلوني. والله خويا وقرت عيونك تقل ما شفت بنوب مثلك حنين. والله حنين يفوي خليد على العين ويقول يا زينب ايش تردين لفديك باليسار واليمين. هي اي والراس خلي انفضخ نصي هذا الكلام متى تذكرته العقيلة زينب؟ عندما وقفت يوم الحادي عشر تخاطب الإمام الحسين وتخاطب الحادي تقول له يا حادي الضعن ايش تريد مني؟ والله مني ارشد ويا حسين خلي أنا من أشد علي من تجل وفاقل عليك ومطاح الجفلي. يا قبل كربلا ميت عسايا والله ما خطايا يقف وقلوبنا ترجف من الخوف. انا ردتك لحالي وذلت تشوف جيت ولقيت العلم عنها. والله ملفوايا يقف وعذرتك يمن ما عندك جفوف. يا وعذرتك يمن ما تقل لأخويا شقولا للينا شدني من الناس. هي يا أخوك حسين وين وين عباس؟ أقول حسين ظل جثة بلا راياس. هي يا أخويا النفل قطعة وزنايا أبا الفضل إلا أن تكون له أبا يا الله. اللهم نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تفرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته
ولا عدوا إلا دفعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا رزقا إلا بسطته. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم عجل فرج مولانا واجعلنا من أعوانه وأنصاره والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره. اللهم انصر العراق على الدواعش التكفيريين، اللهم انصر من نصر الدين واخذ الكفر والكافرين والمنافقين. اللهم وترحم على شهدائنا أجمعين، وإلى أموات الحاضرين والسامعين وأموات شيعة أمير المؤمنين وأرواح الشهداء والسادة والعلماء وخدمة الإمام الحسين، رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ومعطرة بالصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة.